أبناء الباحثين، تمهيدي دكتوراه. أهلا بكم، يا رب تكونوا بخير وسعادة. إن شاء الله نكمل مع بعض الموضوع الأخير اللي كان متبقي لينا في مادة الإدارة الاستراتيجية للموارد البشرية. الموضوع عن إدارة الأداء وتقييم أداء العاملين. بداية، هل في فرق بين المصطلحين؟ بالتأكيد في فرق. تقييم الأداء عملية مرحلية جدا، وتعتبر إحدى مراحل عملية إدارة الأداء اللي هي المفهوم الأشمل. لو بدأنا مع بعض بعملية تعريف إدارة الأداء، أحد الآراء بيقول إن لما بعض العاملين أو أحد العاملين حتى بيبتدي يفشل في أداء وظيفته، فإن عملية الفشل دي لا تخص فقط، إنما بتنتقل إلى المنظمة أو الشركة ككل. ومن هنا علينا إن إحنا نخفض احتمال الفشل جوهريا. إدارة الأداء بتتعدى الفرد وتصل إلى الفريق وربما المنظمة نفسها. الغرض هو تحديد الأهداف، مراجعة التقدم المحقق، تطوير المعارف والمهارات والسلوكيات للعاملين وللفرق. إدارة الأداء هي عملية رئيسية ينفذ العمل من خلالها. إن الطريقة التي تتبعها المنظمات لتوصيل التوقعات وقيادة السلوك، وذلك لتحقيق الأهداف الهامة، هي ده المفهوم بكلمة إدارة أو Performance Management أو إدارة الأداء. في العديد من الأهداف لإدارة الأداء زي ما هي واضحة قدامكم. رقم 1، الحصول على نتائج أفضل. رقم 2، توضيح التوقعات، وده اللي احنا كنا اتناقشنا فيه مع بعض قبل كده، اللي هو مفهوم الدور وبشأن أدوار العاملين وبشأن أهداف المنظمة وأهدافها الاستراتيجية. تطوير قدرات العاملين، مكافأة العاملين ماديا ومعنويا على كل ما يقدمونه من إنجازات. هنتكلم عن دورة إدارة الأداء اللي حطها ديمينج، اللي هي مكونة من 4 مراحل، اللي هم Plan Do Check Act، اللي هي خطط نفذ راجع، وآخر حاجة خالص خد الإجراءات. الشكل زي ما هو واضح قدامكم مبنائي. مرحلة التخطيط بتشمل تعريف الأدوار، الأهداف، الجدارات اللازمة، خطط التطوير المتوقعة. التنفيذ هو تنفيذ للأدوار وخطط التطوير. تأتي بعد ذلك مرحلة المراجعة، وهي مراجعة على مدار العام كله من خلال مراقبة الأداء، تقديم التغذية العكسية، تقديم التوجيه المباشر أو الكوتشنج، التعامل مع ذوي الأداء المنخفض، الفعل اللي هو عملية التحليل المشترك للأداء، تتمثل في إدارة الحوار والتغذية العكسية ومراجعات الأداء ما بين المديرين والعاملين. المدير بيبتدي يحصل على اتفاق بشأن نقاط القوة الموجودة لدى كل فرد من الأفراد، يبني ويدعم أوجه قوة كل فرد، ثم ينتقل إلى الجوانب التي تحتاج إلى تحسين، اللي هي جوانب الضعف المحتملة أو الناتجة في الأداء. بالنسبة لتقييم الأداء اللي زي ما قلنا إن هو أحد مراحل أو مكونات إدارة الأداء، بيشتمل على 3 جوانب أساسية: القياس، التقييم، التقييم. القياس تعريفا هو إعطاء قيمة رقمية لأي ظاهرة ومنها الأداء الفعلي. مؤشرات الأداء زي ما انتم عارفين قد تكون في شكل وصفي، قد يكون الأداء من وجهة نظر المدير جيد غير جيد. كيف نحول هذه المؤشرات إلى أرقام؟ التقييم يعني مقارنة الأداء المقاس للفرد بمعايير موضوعة مسبقا. آخر حاجة خالص، عملية التقويم هي تصحيح الانحرافات إن وجدت،
ما بين المعايير الموضوعة وبين الأداء الفعلي. واضح إن التلات مراحل دولت متدرجين. بعبارة أخرى، فإن التقييم قياس شرط للتقييم، والتقييم أيضا شرط للتقويم. السؤال: من الذي يقيم الأداء؟ حقيقة تعدد أطراف عملية التقييم الغرض منها تخفيض التحيز المحتمل في عملية التقييم. الطرف الرئيسي المؤثر هو الرئيس المباشر، على اعتبار إن هو من أكثر الناس دراية بأداء كل فرد أو كل مرؤوس من مرؤوسيه، وعلى اعتبار إنه من الصعب إن أنا أسحب من الرئيس المباشر حق تقييم الأداء لكي تظل له قدرة على توجيه المرؤوسين. التاني هو تقييم زملاء العمل بعضهم لبعض. الحجة من هذا التقييم أن هناك بعض الجوانب لا يستطيع الرئيس المباشر إن هو يدركها أو يلاحظها بسهولة في أداء مرؤوسيه، لأنه لا يصاحبهم طيلة وقت العمل، بعكس التفاعل المتبادل بين الزملاء بعضهم وبعض. المشكلة هنا أو المخاطر هنا اللي بتؤخذ على تقييم زملاء العمل إنه قد تحدث تنازلات متبادلة، بمعنى إن قد يتفق زملاء العمل على إعطاء تقديرات أو تقييمات أداء مرتفعة لبعضهم البعض. الطرف الثالث أو الطريقة الثالثة أو القائم الثالث بالتقييم هو تقييم اللجان. اللجنة عادة بتتكون من 2 أو 3 من الرؤساء، أحدهم هو الرئيس المباشر للفرد. الغرض هنا زي ما قلنا، بس بشرط إن الطرفين الآخرين في عملية التقييم يكونوا على دراية وتواصل مستمر مع الفرد في العمل. على سبيل المثال، قد يكون محاسب في إحدى إدارات الحسابات، رئيس المباشر هو مدير الحسابات، ولكنه على تعامل مستمر مع إدارة حاسب آلي أو إدارة مراجعة. قد يشترك مدير الآي تي أو مدير المراجعة في تقييم أداء هذا المحاسب. كل ده زي ما قلنا من أجل تخفيض تحيزات تقييم الرئيس المباشر. تقييم رقم 4 عليه مشكلات جامدة قوي، اللي هو التقييم الذاتي، لأن غالبا الإنسان يرى نفسه يستحق الأفضل. هنا كل إنسان بيطلب منه أن يعطي تقييما ذاتيا لنفسه. مشكلة هذا التقييم زي ما قلنا إن عادة ما يضعه الفرد لتقييم لنفسه هيكون أعلى من التقييم الذي أعطاه له رئيسه المباشر. هو الغرض الأساسي منه إن أنا بدرب الفرد على شكل تقييم الأداء. قد لا أخذ بهذا التقييم، ولكني بدي نوع مناخ ديمقراطي يسود داخل المنظمة. التقييم الخامس هو التقييم من أسفل إلى أعلى، بمعنى تقييم المرؤوسين للرؤساء. الحاجة الهامة جدا هنا إنه يجب أن يكون التقييم غير مسمى، بمعنى إن الرئيس لا يعرف من الذي أعطاه تقييما مرتفعا من مرؤوسيه، ومن الذي أعطاه تقييما منخفضا. ده علشان المرؤوسين ما يحسوش بالخوف من عملية تقييم الأداء. الغرض من هذا التقييم هو إجراء تصحيحي، تصحيح لبعض الأخطاء التي قد يقع فيها الرئيس دون تعمد، لما ياخد تغذية عكسية عن رأي مرؤوسيه في أدائه هو الشخصي. التقييم الأخير هو التقييم 360 درجة، بيطلق عليه التقييم الشامل. بعض المراجع بتسميه التقييم الرباعي لأنه بيشترط على الأقل 4 أطراف تشترك في تقييم أداء الفرد. بيأخذ الشكل تقييم أداء الفرد بيخضع إلى تقييم الرئيس المباشر، تقييم الزملاء، تقييم المرؤوسين، تقييم العملاء.
مش بالضرورة إن كل طرف من الأطراف الأربعة دول يعطوا 25% أو ربع للتقييم. بعض الثقافات ممكن أدي جدا الرئيس المباشر في البداية 70% من تقييم أداء الفرد، وال30% المتبقين يوزعوا ما بين الزملاء المرؤوسين العملاء. وقد تختلف النسب، وقد تضاف أطراف أخرى إلى التقييم الشامل 360 درجة. طرق تقييم الأداء. حقيقة عندي 3 طرق أساسية. أول حاجة خالص التقييم القائم على الأهداف اللي هو الـ MPO أو طريقة الإدارة بالأهداف، من خلال وضع أهداف محددة لعمل الفرد، هو دي اللي بيتم مساءلته أو محاسبته عليها، وهو بيكون القائم أساسا بوضعها بمشاركة رئيسه المباشر. ثم عندي التقييم القائم على الجدارة. الجدارات زي ما اتناقشنا فيها قبل كده سابقا، احنا هنا بنتكلم على المعرفة، المهارة، السلوك. الطرق دي متعددة، من ضمنها طريقة المقاييس البيانية المتدرجة. بيتم هنا تحديد الجدارات التي سوف يتم قياس أداء الفرد عليها، ما بين جدارات فنية وجدارات سلوكية، ثم إعطاء كل جدارة مقياس متدرج، قد يكون من 1 لـ 5، من 1 لـ 10، وإعطاء الدرجة أمام كل جدارة من هذه الجدارات بشرط تعرفها تعريفا محددا. الطريقة التانية هي طريقة الترتيب. بيتم هنا ترتيب المرؤوسين من الأفضل إلى الأسوأ بالنسبة لكل جدارة. ثم طريقة التوزيع الإجباري اللي بتخضع لمنحنى التوزيع الطبيعي، اللي من خلالها نص العاملين بياخدوا بالنسبة لكل جدارة تقدير جيد، و25% أعلى من ذلك، و25% أقل من ذلك. طريقة الأحداث الجوهرية بتعتمد على قيام الرئيس بالمتابعة المستمرة للعاملين بناء على جدول محدد للجدارات ورصد سلوكياتهم، إما التي تدعم وجود الجدارة أو التي تدعم عدم وجود الجدارة لدى كل مرؤوس على حدة. طبعا هنا المقاومة بالنسبة للمرؤوسين في حالة الأحداث الجوهرية بتبقى منخفضة، لأنها تمت بناء على سلوكيات تم رصدها فعليا. آخر طريقة هي طريقة التقييم القائم على السلوك. مشكلة تقييم الجدارة إن مهما عرفنا الجدارات أحيانا بيحصل اختلاف في مفهوم الجدارة من شخص لآخر، فكان التساؤل إزاي نحول الجدارات دي إلى مقاييس سلوكية؟ عن طريق لجان بتشترك في تعريف الجدارات وتحويل كل جدارة إلى مجموعة من السلوكيات التي لا يختلف عليها 2 من الأفراد. على سبيل المثال، لما أقول عملية جدارة الاتصال، قد أختلف أنا وأنت في تعريفها، إنما لما أحولها إلى سلوكيات تودع داخل قائمة استقصاء للإجابة عليها، أعتقد اختلافنا هيقل. على سبيل المثال، لما أقول لك فلان مقنع في حديثه، ده سلوك، إنما لما أقول لك مهارة، أو آسف، جدارة الاتصال، قد نختلف في تعريفها، إنما السلوك احتمال الاختلاف في تعريفه هيكون أقل. آخر نقطة بنتكلم عليها هي مشكلات تقييم الأداء والتعامل معها. أول مشكلة هي مشكلة عدم وضوح المعايير، ودي بتشمل جوانب كتير، من ضمنها تعريف الجدارات الوظيفية زي ما قلنا قد يختلف من فرد لآخر. درجات التقييم، بمعنى لما أدي لحضرتك أقول لك اديني درجة أمام جدارة معينة زي جدارة معرفة الأشياء، وديك سكيل قدامها من 1 إلى 5، ربما أنا وأنت نختلف في معنى كلمة ضعيف أو متوسط أو جيد، أو الفرق قد أكون أنظر لرقم 2 على أنه ضعيف وأنت تراه متوسطا. هنا في عدة طرق لعلاج هذه المشكلة، إن أنا أدي توصيف محدد أو تعريف محدد لكل جدارة، وتعريف محدد لكل درجة من درجات التقييم.
المشكلة التانية هي مشكلة النزع المركزية. هي الحقيقة مشكلة لدى بعض المقيمين. بعض المقيمين شايفين إن الناس كلهم يستحقوا تقديرا وسطا أو جيد مهما كان الأداء أفضل من ذلك. المشكلة الثالثة أيضا مشكلة لدى بعض المقيمين هي مشكلة التساهل أو التشدد دون مبرر. التساهل دون مبرر معناه نظرة أحد المقيمين لكل من حوله على أنه متميز الأداء، نوع من أنواع اللين. وعلى النقيض بعض الناس عندهم تشدد دون مبرر، يرى كل من حوله أداؤه منخفض، تشدد دون مبرر. هنا بيتم العلاج عن طريق أكتر من حاجة، من ضمنها المقارنات، من ضمنها ترتيب المرؤوسين بالنسبة لكل جدارة. المشكلة اللي بعد كده هي مشكلة الهالة أو الانطباع الأول. خطأ الانطباع الأول زي ما بنقول الانطباعات الأولى بتدوم. إيه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل هنا إن المقيم بيقيم أداء مرؤوسي أو أحد مرؤوسيه بناء على سمة واحدة، وهي عادة السمة التي أدركها في أول تعامل بينهما، وده بيستمر لفترات طويلة. عكسه تماما تأثير الحداثة. هنا المقيم بيحط إن تقييمه بناء على آخر فترة في فترات التقييم، بناء على ما أنجزه المرؤوس في نهاية فترة تقييم الأداء. المشكلتين سواء خطأ الهالة أو خطأ الحداثة يتم علاجهم عن طريق التقييم المستمر، أو عن طريق استخدام مقاييس السلوك اللي هي البارز، اللي بتعتمد على سلوكيات يتم رصدها على مدى العام. التحيزات الشخصية من الأخطاء الشائعة جدا، هي تحيز يطلق عليها أحيانا التماثل ما بين المقيم والشخص الخاضع للتقييم. ربما يفضل المقيم بعض أو بعض المرؤوسين عنده نتيجة التشابه بينهم في جوانب معينة كالنوع كالعمر كبعض الاتجاهات إلى آخر ذلك. كيف نخفض من المشكلة دي؟ عن طريق تقييم 360 درجة اللي احنا أشرنا ليه، بمعنى ألا ينخفض ألا يقوم الرئيس المباشر أو ينفرد فقط بتقييم أداء المرؤوس. هناك مشكلات أخرى زي المؤثرات التنظيمية اللي قد يتم من خلالها الضغط على الرئيس لإعطاء تقييم معين لأحد العاملين، أو تأثير المركز أو الوظيفة. هنا المقصود بالمركز أو الوظيفة مركز أو وظيفة الفرد الخاضع لتقييم الأداء. دي يا أولاد، دي يا أبنائي مجموعة من المراجع يمكن أيضا الاستناد إليها في هذه الجزئية، من ضمنها أرمسترونج ودوت 2018 أو ديزلر 2017، وأكيد في مراجع كتير غير كده. أتمنى لكم الخير، وبرضو بفكركم إن إحنا قبل موضوع إدارة الأداء وتقييم أداء العاملين كنا اتكلمنا في مجموعة من النقاط أو الموضوعات الهامة، بدأناها بمقدمة لإدارة الموارد البشرية، اتكلمنا فيها عن تطور مفهوم إدارة الموارد البشرية، وظائف إدارة الموارد البشرية، أدوار إدارة الموارد البشرية، التحفظات بشأن إدارة الموارد البشرية، والجانب الأخلاقي الواجب مراعاته في عمل إدارات الموارد البشرية بالشركات. ثم انتقلنا إلى الموضوع الثاني المتعلق بالإدارة الاستراتيجية للموارد البشرية، بعد ما اتكلمنا عن المفاهيم الأساسية في هذا الموضوع ذكرنا أن هناك 3 مناظير للتعامل مع الإدارة الاستراتيجية للموارد البشرية، وهي المنظور العالمي اللي هو الـ Best Practices أو منظور الممارسات الأفضل، ثم المنظور الثاني كان منظور المواقف اللي هو عملية التوافق الرأسي، واتكلمنا عن خطوات محددة لإدارة الاستراتيجية للموارد البشرية بدءا من عملية تحليل البيئة ثم صياغة الرسالة والرؤية والقيم اللي أطلقنا عليها الهوية التنظيمية، ثم صياغة الأهداف الاستراتيجية للمنظمة، استراتيجيات المنظمة ذاتها، الاستراتيجيات التنافسية للمنظمة، والتوافق ما بين
استراتيجيات الموارد البشرية، وكل من الاستراتيجية العامة للمنظمة واستراتيجيات الموارد البشرية، وآخر حاجة تنفيذ استراتيجيات الموارد البشرية. أما المنظور الثالث فهو المنظور التكويني اللي هو مفهوم الحزم، اللي هو هنا كان عملية التوافق الأفقي بين استراتيجيات إدارة الموارد البشرية بعضها البعض. وبفكركم أبنائي إن إحنا قلنا إن الثلاث مناظير يؤخذ بهم قد تكون أحيانا الممارسات الأفضل عالميا مستخدمة. منظور المواقف ومنظور التكويني لا غنى لأحدهما عن الآخر. التوافق الرأسي لا يكفي في حد ذاته ما لم يوجد توافق أفقي بين استراتيجيات إدارة الموارد البشرية، والتوافق استراتيجيات الموارد البشرية لا يكفي في حد ذاته ما لم يوجد توافق رأسي بين استراتيجيات إدارة الموارد البشرية والاستراتيجية العامة للمنظمة والاستراتيجيات التنافسية. خلال هذا العرض اتناولنا نقطة أو الموضوع الثالث هو تحليل بيئات الأعمال. تكلمنا عن أنواع البيئة ما بين بيئة داخلية، بيئة خارجية عامة، بيئة خارجية خاصة، واتكلمنا عن مجموعة من أدوات التحليل البيئي أو أساليب التحليل البيئي. اتكلمنا عن تحليل باست، اتكلمنا عن تحليل بورتر، اتكلمنا عن تحليل الجدارات الجوهرية، اتكلمنا عن سوات أناليسز، تحليل سوات أو تحليل الرباعي، ثم اتكلمنا عن تحليل أو مصفوفة بوستون وتحليل أو مصفوفة ماكنزي. في النهاية أبنائي الباحثين أتمنى لكم كل خير، أتمنى لكم كلكم النجاح، ربنا يوفقكم ويطمني عليكم باستمرار. شكرا لكم.